تحديدا يعني انتم في مكمل العمر والحياه امامكم قادمه، تبقى في فلسطين وسنبقى على ارض فلسطين. اليوم احنا فخورين باستضافه فريق فنانين قصة قصيرة وعمل مسرحية قصيرة طبعا اجتماعية هادفة من فلسطين. الأساتذة هم باسل، الأستاذ باسل عطلة والأستاذ محمود خليل والأستاذ سليم الدبيك والأستاذ عبودة عبيد. هؤلاء شخصيات فنانين محترفين بالتمثيل، لهم مسلسلات وإخراجات فنية كثيرة. حبينا نستضيفهم بهدف تعريف الطالبات بمن هم كاتبي القصة القصيرة، كيف بيتم عملية تحويل الرواية إلى تمثيل ودراما في داخل المدرسة. احنا يعني كطاقم فني بنحاول دائما انه يكون في تواصل بيننا وبين المؤسسات الأهلية والمجتمعية وكذا، حتى انه نوصل عدة رسائل من زيارتنا، انه الدراما الفلسطينية لها دور كبير في معالجة القضايا الاجتماعية، القضايا الإنسانية، القضايا اللي بعيشها مجتمع الفلسطيني. قامت معلمتنا الفاضلة ست نادية طلوزي بعد معرفة مديرة المدرسة ست مياد عبد القادر باستضافة فنانين فلسطينيين في غاية الروعة، ألا وهم أبطال مسلسل حلها عاد، حيث حدثنا الفنان باسل عطلة عن قصة في حين كتابتها ومن ثم العمل بجهد على عرضها على شكل فيلم أو مسلسل. قصة قصيرة بين التأليف والتمثيل وبرعاية المديرة ست مياد عبد القادر، ونحن كمان جابت لنا ضيوف احنا كثير بنحبهم، شاهدناهم كثير على التلفزيون، لهم مسلسلات مثل حلها عاد، وهي الشخصيات كثير معروفة في فلسطين وعندنا فلسطين، واحنا بنشكر تلفزيون الفجر الجديد.